كورة كورة هو الحدث وهو الحديث العالم كله شهر كامل كرة القدم كأس العالم، ما عندكش أهم من هذا الحدث. برحب بيا الضيفين الكريمين دكتور طارق الأدور، تحياتي لحضرتك. أهلا بك عامل بيه وسعيد بيك وبشكرك وبرحب بكل السادة المشاهدينك الكرام يعني. أستاذ محسن لملوم تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا سعيد، سعيد جدا مع حضرتك ومع الدكتور طارق طبعا، وإن شاء الله مش آخر مرة. نبدأ بماتشين امبارح، ده بلجيكا منتخب قوي مع احد المنتخبات المرشحه ثالث عالم في 2018، عنده احسن لعيبه في العالم. امبارح عملنا ماتش مش مصدقين نفسنا. بالفعل هو ما كانش منتخب مصر بحاجه لانتصار مثل ما كان بحاجه لانتصار على بلجيكا. الشارع الكروي كان ما عندوش ثقه في المنتخب بعد طبعا جملة الخسائر في البطولات المختلفة، سواء المنتخب الأول كأس العرب ثم كأس الأمم ثم تصفيات كأس العالم لم نتأهل، أو منتخبات الشباب والناشئين والكرة النسائية والكرة الشاطئية والكرة الخماسية، كل ده ما خدناش أي حاجة. فطبعا كان الشارع متألم جدا. في نقطة تانية ممكن أنا يعني ناس كتير ما بيتناولهاش بس أنا عايز أتناولها. الناس في الأيام الأخيرة كانت غضبها على حالة الكرة وإدارة الكرة مخلياها توصل إلى درجة أنا مش عايز أقولها، إن أنت إن هو نفسه إن المنتخب ما يكسبش، فده شيء سلبي جدا. أهم نتاج ونتيجة إيجابية للماتش ده هو ما يعني أعاد الثقة للجماهير في منتخب مصر. ده نمرة واحد، يعني نمرة واحد استعادة ثقة الجماهير في منتخب مصر بهذا الأداء. نمرة اتنين إنك أنت لعبت بطريقة 4-3-3 بشكل نموذجي. 4-3-3 بتاعت كيروش هي نفس الطريقة بالأرقام، لكن بتاعت كيروش كان 3 محاور ارتكاز بينضموا للأربعة مدافعين، تلاقي 7 دفاع والثلاثة اللي قدام دول معزولين، كمان 2 من الثلاثة كانوا بينزلوا، يعني مصطفى محمد مثلا وعمر مرموش كمان كانوا بينزلوا، فتلاقي الفريق بيلعب ب10 واحد، يعني ال10 ورا وواحد اللي هو محمد صلاح قدام. فدي اتحسنت الطريقه وتعدلت، وانا قلت يمكن من اول ما فيتوريا تولى اهم شيء انه عدل في طريقه 4-3-3، خلى واحد ارتكاز واثنين ليهم ادوار هجوميه، سواء كانوا اجنحه من نص الملعب او كانوا لعيبه بيأدوا ادوار هجوميه، فدي مكسب كبير. دور صلاح في صناعه اللعب، طول عمرنا ايام هيكتور كوبر كنا بنقول ايه، فريق باصل صلاح، العب لصلاح كره طوليه يجيب هو الجول. فلعبنا في تصفيات كاس العالم صلاح جاب 6 جوال من 8، يعني احنا جبنا 8 جوال صلاح جاب 6، فبدون صلاح ما كانش. لا شوف انت بقى التغير الاستراتيجي في توظيف صلاح في ملعب منتخب مصر. صلاح دلوقتي غير لما كان ايام هيكتور كوبا، كل الناس عارفاه، فكل الناس مترقباه عند حدود المنطقه. اذا هو لما بيجي ينزل لنص الملعب بيسحب معاه فريق بالكامل، بيلم الفريق بالكامل. امبارح 5-6 لعبات نفس التيمه كورة. بمعنى ايه؟ بمعنى انها لو جت مره يبقى ممكن صدفه، لكن انها 6 مرات ان صلاح يسقط لتحت ويروح مصطفى محمد ساحب الدفاع معاه، ساحب معاه ألدرفيلد كده، ياخده كده لنص ملعبه وينطلق في المساحات بقى من وراء تريزيجيه، او في مره محمد حمدي انطلق، او محمود حماده، يعني الطريقه الغير خالص. واصبح صلاح بدل ما كان انت باصي لصلاح، بقى صلاح هو اللي بيباصي لنجوم المنتخب. نمرة 4 الانسجام اللي حصل بين اللعيبة في التحركات، يعني انت بتشوف مثلا الجول التاني ده نموذج يدرس، ان صلاح ينزل ان يحدف يمين، اكرم توفيق ياخد مكانه في الجناح الايمن، يروح ناحية الشمال محمد حمدي، محمود حمادة ينطلق للعمق، فتلاقي كل فجأة وسط كل ده صلاح يستلم ويروح لاعب الباص الطولي لتريزيجيه اللي يخترق من العمق وينفرد ويجيب جول. فالانسجام، حاله الانسجام بين اللعيبه دي هو الحاجه الرابعه. نمره 5 صلابه الدفاع، احنا عندنا كانت مشكله عندنا كتير قوي الدفاع، ما عندكش عبد المنعم ولا عندك عندك 3-4 مش موجودين كمان بالظبط كده. يعني احنا بتتكلم على لعيبه كانوا مهمين جدا، الونش طبعا ده نمره واحد في 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 لعيبه قلب الدفاع. ما كانش عندنا الونش، ياسر ابراهيم برضو كانت اصابات، وعندنا علي جبر بعيد عن المباريات بقاله فتره. لكن ان انت يكون عندك هذا التوازن الدفاعي، وخلي بالك التوازن الدفاعي مش باللعيبه اللي هم الاربعه المدافعين، لا بالادوار بتاعه طارق حامد بزياده في نص ملعبه، بالادوار بتاعه الاطراف ان هي بتتحرك ازاي وبترجع
عشان تلم الملعب تاني، عشان ما تخليش مساحات لفريق بلجيكا. فريق كبير زي بلجيكا ما قدرش ان هو ياخد اي مساحات يخترق منها، حتى كراسكو الباك الجناح الشمال بس جامد جدا وقفه تماما اكرم توفيق. فصلابه الدفاع ده هو العنصر نمره 5. العنصر نمره 6 هو يمكن ما جاش في بال حد، ان منتخب مصر المصنف رقم 39 في العالم كان بيلاعب المصنف رقم 2 اللي هو بلجيكا. منتخب مصر كل ما كان الفارق في التصنيف كبير كل ما خدت نقاط اكبر، فالنقاط اللي انت ممكن تاخدها بس طبعا بشرط ان الفرق المنافسه ليك ما تعملش نتائج ايجابيه في كاس العالم. النقاط اللي انت تاخدها دي ممكن تحسنك في التصنيف الى ما بين المركز ال 28 او ال 30 في التصنيف القادم، وتبقى على مستوى افريقيا بدل ما انت السادس تبقى تقريبا الرابع على مستوى القاره. طيب استاذ محسن، كلمه السر امبارح مين؟ المدير الفني كخطه، اللعيبه زي ما دكتور طارق بيتكلم التجانس اللي بينهم، هم تقريبا لعيبه احنا ما غيرناش كتير. ولكن شفنا فريق مختلف امبارح، ان احنا اللي زعلنا امبارح احنا فرحنا على الفوز ان احنا مش في كاس العالم بالمستوى ده. صحيح، كلمه سر طبعا فيتوريا، هو المباراه دي تعتبر هو يعني الحكم الصحيح على ريو فيتوريا من ساعه ما تولى المهمه، لان طبعا اكيد انا مش هحكم عليهم من فوزه على النيجر 3-0 ولا ليبيريا مع احترامي طبعا للمنتخبات دي، لكن مختلف. انت بالظبط انت دخلت في ليفل مختلف. هو بالمناسبه انا شايف الفوز ده مش مفاجاه، لان خمس مباريات واجهنا فيها بلجيكا كسبنا اربعه وهم كسبوا واحده، والاربعه اللي كسبناهم منهم 4-2 ومنهم 4-0 على فكره. فدي مش مفاجاه قوي. انا هاخد من كلام حضرتك وكلام الدكتور، يمكن حضرتك في الانترو قلت احنا عيب بقى المفروض الكاس العالم اللي جاي نبقى موجودين فيه. عشان نبقى موجودين فيها يا دكتور استاذ احمد، المباراه بتاع الامس دي هي البدايه، البدايه اللي هو ده اللي ما دخلناش كاس العالم اللي هيبدا بكره ده بسبب الحته دي، لما قعدنا يتحملها طبعا مسؤول اتحاد الكوره والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري في الوقت ده، اللي هم ما كانوش بيلعبوا ماتشات في الفيفا دي، فبالتالي قال اللي معاك علي التصنيف قالت في التصنيف انت احنا زعلنا ان احنا ما تقلناش كاس عالم، بس مش زعلان ان احنا بس السنغال تستحق. يعني زعلنا ما صعدناش بس السنغال تستحق. كان الافضل ايه بقى؟ شوف تونس لعبت مين، لعبت مالي. شوف المغرب لعبت مين، الكونغو الديمقراطيه مع كامل احترامي مواجهتها اسهل بكتير جدا 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 من مواجهتك. انت اصطدمت باقوى فريق للسنغال على مدار التاريخ واقوى فريق افريقيا حاليا، المصنف رقم 1. فانت اللي عملت ده بسبب انت ما بتلعبش معاهم زي الدكتور قال كده، اللي زيك هم كانوا بيلعبوا فعليوا عليك وانت عمال تنزل في التصنيف، فبقيت تصنيف تاني فاصطدمت بكده. دي اول الطريق ان انت كسبت منتخب المصنف رقم 2 على العالم وانت 39، تقدر ان شاء الله بشرط ان ما يحققوش تقدر تعلى في الفتره اللي جايه، تعلى تلاقي نفسك ان شاء الله في الفتره اللي جايه وهم بقوا 9 تلاقي نفسك في تصنيف اول، يبقى مواجهتك اسهل بكتير من كده. فعشان كده دي البدايه. فعلا الدكتور قال كلمه مهمه جدا، ان احنا الجمهور ما بقاش حابب المنتخب يكسب، لكن امبارح فعلا احنا بقينا ملتفين حول المنتخب بسبب طبعا السياسات. امبارح اتلموا الناس امبارح في 90 دقيقه لميت جمهور الكره بالنسبه وبالاداء وبالرجوله وكلام بسبب السياسات الخاطئه، لكن لما عملوا حاجه صح اكيد كلنا ورا الصح. فعشان كده كلمه سر طبعا اكيد فيتوريا عشان نديله حقه في المباراه بتاع امبارح، لكن دي البدايه وليست النهايه. يعني الناس طبعا عماله تقول احنا كسبنا ماتش ودي، لا هي مش مجرد ماتش ودي، انت علمت على فريق كبير لعب بجديه. بصمه في المنتخب في يعني لما نيجي يعني في حاجه موجوده في الشكل والروح القتاليه اللي بتأدى والجماعيه الاداء، تحس انه تيم بيلعب كوره. لا وبعدين الراجل واقف بره مش عصبي، هو مركز قوي ما بيتنططش كتير، وواضح مركز مع كل واحد حتى تغييراته اللي عملها. تعرف حتى يا استاذ احمد ان الاعلام المغربي النهارده قال مصر ورطتنا، لان انت كده المغرب واقع في مجموعه صعبه جدا منطقيا، كرواتيا وبلجيكا هم اللي هيتاهلوا مع المغرب وكندا. فهي المغرب طبعا هتقابل الاول كرواتيا ثم ثانيا هتقابل بلجيكا، منطقيا هي يعني على الورق تتغلب من الاثنين فتبقى بره، لكن انت كده انت ورطته، اتفضل اكسب. انا بوري لك انا ازاي كسبت بلجيكا، اتفضل اكسب بلجيكا. هم حتى اديت المفتاح، بس هم بيستفيدوا بالدرجه المغربيه كده بحاجه زي ما قال لك ايه، المصريين باعوا لنا العجل، يعني مش يعني ضحكوا علينا ورطونا باعوا لنا العجل، احنا كده اشترينا ايه، احنا نقدر نغلب بلجيكا لكن في الحقيقه بلجيكا هي اللي هتغلبنا. فانت اديت لهم بالامانه، مش ورطتهم ولا حاجه، انت اديت لهم ازاي تقدر تكسب بلجيكا. عشان كده القناه المغربيه امبارح كانت مهتمه جدا بالمباراه وزعت المباراه، على فكره انا شفته على فترات طويله على القناه المغربيه، لان هم كانوا مش بيشوفوا مصر قد ما بيشوفوا بلجيكا، لان هم بلجيكا وكرواتيا ثاني وثالث العالم في المونديال الاخير، اكيد ما حدش هم المرشحين على وراك، لكن انت عايز تتاهل، فعايز تتاهل اتفضل لن يكفيك الفوز على كندا، لازم تكسب حد من الاثنين او على الاقل تتعادل ويبقى فيه نتائج اخرى. فانت اديت المفتاح للاخوه المغاربه يا رب يستغلوه، واديت الامل لنفسك اول مسمار في تاهلك لمونديال 2026 بدا من امبارح ضد بلجيكا بالفوز على بلجيكا. اللي حصل امبارح نبني عليه ازاي؟
نبني عليه يعني خلاص الروح الايجابيه منتخب بجمهور خلاص بترجع بترجعه تاني نبني عليه ازاي بقى؟ في حاجتين اساسيتين انا من وجهه نظري مهمين قوي. اول حاجه فيهم هو ان انت لعبت مع الكبار. كنت بستعرض كده المباريات الوديه اللي احنا لعبناها قبل ما نلعب بلجيكا، لقيت اننا لعبنا اخر 5 مباريات دوليه 3 منهم مع ليبيريا. مين ليبيريا؟ يعني ليبيريا مستوى ثالث في افريقيا مش في العالم. والفريق الوحيد التقيل اللي لعبته كان منتخب كوريا وخسرته قدامه طبعا خساره وحشه. نعم. مش معنى انك خسرت انك ما تلعبش الكبار، طول ما انت بتلاعب الصغيرين هتفضل صغير. النقطة الثانية ان انت مش تلعب الكبار زي بلجيكا والبرازيل والارجنتين اللي هم في العالم، طب حتى تلعب الكبار في افريقيا، يعني انت بتجد مشاكل انك تلعب السنغال ونيجيريا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون، ما هي دي الفرق اللي هي الصعبة اللي انت لازم تعدي عليها عشان توصل كاس عالم، عشان توصل دورة اولمبية، عشان توصل اي حاجة لازم تعدي على دول. فحتى لو ما لعبتش على مستوى العالم لازم تلعب مع الفرق كلاس A في افريقيا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي نبني عليه دلوقتي إننا نعلي من قيمة المنتخب، لأن بصراحة بقى المنتخب في الفترة اللي فاتت يعني لو أي فريق عنده أي ماتش يقول لك لا هات لعيبة المنتخب، ما بقاش فيه احترام لكون لاعب بيلعب في المنتخب. زمان وإحنا صغيرين أما كنت أشوف كده ده منتخب يعني ال 11 دول هم اللي مختارين من مصر كلها، كنت تتخيل كده إنك نفسك تكون ضمن ال 11 اللي هم ممثلين لمصر. نعم. دلوقتي بقى واحد مثلا عشان يلعب مع نادي مع فرقه تعبانه يسيب المنتخب ويروح، ودي كسرت حاجز احترام المنتخب. فلازم يكون عندنا احترام للمنتخب، ولازم نبتدي بقى يبتدي فيتوريا في الفتره اللي جايه يجهز بدائل في نفس المكان. يعني احنا مثلا عندنا بدائل رائعه مثلا في حتت في الهجوم، زي مثلا ان عمر مرموش لما غاب تريزيجيه اتنين في نفس المكان كان امبارح. عندك مثلا صلاح وزيزو بيلعبوا في الطرف اليمين. نعم. اتنين لعيبه تقال، احسن لاعب في مصر واحسن لاعب من ضمن احسن لعيبه في العالم صلاح. لازلنا مثلا لو مصطفى محمد غاب مين؟ ما تقدرش تقول مثلا مروان حمدي ولا محمد شريف ولا ولا. فلازم يكون عندك ال 11 مركز اللي بره اي في حاله زي اللي جوه بالظبط. هي دي الحاجات اللي احنا نبني عليها في الفتره اللي جايه، واعتقد احترام المنتخب ده شيء اساسي جدا في المرحله اللي جايه، وبالذات انك ما عندكش مواجهات تقيله. انت عندك بس ملاوي هتلعبها في مارس رايح جاي، وبعدين هتلعب ماتشين في تصفيات كاس الامم. وهتلعب في شهر يونيو مع الفريقين اللي انت خسرت من اثيوبيا، هتلعب مع اثيوبيا تاني وغينيا. مش مواجهات كبيره، لكن ازاي انت دلوقتي بتجهز زي ما قال الاستاذ محسن دلوقتي، قال لك ايه؟ انت مش مساله انك كسبت ماتش، لا انت بتجهز فريق لمعترك اهم اللي هو كاس الامم. نعم. اللي بتاعت 2024. نعم. في يناير. نعم. ثم بعد ذلك العالم. كاس العالم. طيب نكمل الجزء ده الخاص بنستفيد ايه من امبارح عشان ندخل بعد كده على كاس العالم وقطر والعالم كله. النقاط اللي عند حضرتك فيما يتعلق بنبني ازاي على اللي عملناه امبارح. طبعا اول نقطه زي ما قال الدكتور اللي هو اللي يبقى موجوده البدايل والمسؤولين عن اتحاد الكره هو ليه المنتخب، يعني ليه الناس مش حوالين المنتخب. لان بتشوف حاجات تصرفات من المسؤولين عن المنتخب بتخلي في النهايه لعيبه الانديه بتفضل الانديه على المنتخب، وبعدين كله بقى يغير من كله. يعني مثلا ايه الاهلي لما يقول لك انتوا خدتوا لعيبتي وانا مش عارف لعبت في كاس العالم الانديه بدون لعيبتي، الزمالك لا ده انا عندي ماتش مش عارف مع الكت التشادي مش عارف ايه. فاصبح المنتخب في الحاله دي بلا اب، لازم يبقى ليه اب. يعني احنا في فيديوهات عظيمه جدا جات لنا رساله من اعظم منتخب في العالم هو البرازيل. اللعيبه وهم وقت اعلان اسماء القائمه بتاع البرازيل اللعيبه بتعيط، وهم ده نيمار يا جماعه اكيد هيختار، ده انتوني، ده مش عارف كل اللعيبه، اول ده فيرمينيو جاله اكتئاب نفسي. ومع ذلك كل لعيبه البرازيل اي لعيب كانوا بيصوروا له فيديو اول ما فرحه عظيمه ويبكي. وده عنده ملايين الملايين وبيلعب في ريال مدريد وبرشلونه. نعم. وليفربول والسيتي وكل الانديه الكبيره بس بلده. احنا النهارده لا، اصله هيعمل عمره، اصله هيروح. لا، المنتخب في مصر، منتخب مصر اصبح بلا اب، هو الاساس. لازم نبني من ده زي ما هنبني، زي ما كلنا ورا فيتوريا نجح امبارح ان هو يلمنا كلنا. نعم. وبقى انا عمالين نتابع العالم قال ايه والمش عارف، لا فرحانين بمنتخبنا وزعلانين منتخبنا مش في كاس العالم. خلاص احنا كنا السبب على فكره، مش حد تاني، احنا السبب ان احنا ما صعدناش.
نكون احنا بقى السبب ان احنا نصعد. زي ما قلت لحضرتك طبعا ما فيش ماتشات مهمه في الفتره الجايه، لكن في الوقت الفيفا دي دور على المنتخبات الكبيره، والنبي يبعد على الليبريا خالص، كفايه ثلاث ماتشات معاها تشكر. روح تونس لعبت خلاص، انت لعبت مع بلجيكا مش هنزل يعني. بالظبط تونس لعبت البرازيل اتغلبت خمسه لكن في ساندوني في البارك دي برنس في باريس، لكن ماشي العب، مش شرط ان انت تغلب، انت بالعكس انت لما تلعب بالفرق الكبيره بتلعب بتحرر تام وتقدر تلعب وبتسجل. لكن انا فرحت انا اقعد العب توجو والعب مع كامل احترام المنتوى انجولا والكلام ده انا مش عايزه، لا انت العب لي فوق عشان ده بيدي لك ريكورد اعلى. عشان كده لما احنا سقطنا في التصنيف كانت تونس، كان وديع الجريء الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي كان على طول يجيب المنتخبات اللي في نفس يعني زيه بنما ومش عارف ايه، يجي يلعبهم فيكسبهم فيقلع عنهم. فعشان كده راح تصنيف اول ولعب منتخب مالي في مصر مباراه تونس ومالي في تصفيات كاس العالم المؤهله قصدي لكاس العالم، تونس ما كسبتش مالي، ده مالي هزمت نفسها سجلت الهدف في نفسها في مالي واتغلبت 1-0، وفي تونس اتعادلوا 0-0 وصعدت تونس. سبحان الله يعني البعض بيقول محظوظ، لكن انت هم اللي خلقوا الحظ ده واحنا خلقنا نفسنا عدم الحظ. فيعني يا ريت في الفتره اللي جايه يبصوا للحته دي ويعلوا شان المنتخب مش الانديه. دكتور طارق نذهب الى كاس العالم، هو حديث العالم كاس العالم الان بكل تاكيد. عندنا اربع منتخبات عربيه، نبدا بالاربع منتخبات العربيه الاول، والاول شايف عندنا المغرب، عندنا تونس، عندنا المغرب السعوديه، وتونس من افريقيا، والسعوديه وقطر من اسيا. الاربع منتخبات عربيه بص هقول لك، بكره قطر البدايه، ضربه قطر البدايه مع إكوادور. من حسن حظ قطر ان نتكلم عن قطر الاول، ان قطر بس اشتغلوا. يعني قطر اشتغلت ازاي؟ قطر عملت حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ الكوره، طلبوا من الفيفا ان هم يشتركوا في تصفيات كاس العالم في اوروبا، فلعبوا ضمن مجموعه بس نتائجهم لا تحتسب في اعداد النتائج الرسميه للتصفيات الاوروبيه. يعني دخلوا ضمن مجموعه من المجموعات الاوروبيه، فبيلعبوا مع زي يعني زيهم في اسيا، تلعب في اوروبا هي في اسيا بس بيلعبوا ازاي بقى؟ انا مثلا بيلعبوا في كوبا امريكا على فكره، وفي الكاس الذهبيه في كوبا بيلعبوا مع الفرق الاوروبيه بيلعبوا في مع المنتخبات الاوروبيه في تصفيات كاس العالم، بس يجي في الاخر نتائجهم تبقى بره مش محسوبه. يعني مش مثلا هم هيتحطوا ويصعدوا، لا هم النتائج دي كلها ماتشات اداء. طبعا ده بالاتفاق مع الفيفا وهم عارفين ان هم هيستضيفوا كاس العالم، فعملوا لهم الميزه دي. راحوا كوبا امريكا اللي هي كاس امريكا الجنوبيه للامم، امريكا الجنوبيه 10 منتخبات اللي هي البرازيل والارجنتين واورجواي وباراغواي وبيرو وتشيلي وكولومبيا واكوادور، يعني دي ال10 منتخبات. فدايما بيبقى في فريقين وايلد كارد او انفايتد، يعني بيبقوا معزومين على المشاركه في البطوله، جايين ببطاقه دعوه من خارج امريكا الجنوبيه. في الغالب على مدى تاريخ كوبا امريكا بيجيبوا الفريقين دول من امريكا الشماليه قريبين، يعني يجي امريكا وكندا، يجي المكسيك وبنما، يجي اي فريقين من امريكا الشماليه. في المره دي هم طلبوا وبالاتفاق مع الاتحاد الامريكا الجنوبيه الكومن بول ان هم يلعبوا في كوبا امريكا، فلعبوا في كوبا امريكا، يبقى لعبوا في تصفيات كاس العالم مع اوروبا ولعبوا في كوبا امريكا مع امريكا الجنوبيه. راحوا اتفقوا مع اتحاد الكونكاكاف اللي هو اتحاد امريكا الشماليه والوسطى والبحر الكاريبي عشان يلعبوا في حاجه اسمها الجولد كاب. الجولد كاب دي هي كاس الامم بتاعه امريكا الشماليه والوسطى والبحر الكاريبي، الدول اللي هي مكسيكو وكندا وامريكا وبنما وجواتيمالا والمجموعه الدول دي كلها. فلعبوا معاهم في الجولد كاب ووصلوا كمان للسيمي فاينل بتاع الجولد كاب. فلعبوا في ثلاث قارات مع ثلاث منتخبات مختلفة، مع ثلاث نوعيات من المنتخبات مختلفة، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، دي أفادتهم كتير جدا. اتنين، إن اللعيبة بتوع قطر بايتين في الحضانة كده بقالهم ثلاث سنين، يعني يعتبر المنتخب ما فيش بقى لا نادي ولا يعني لا يوازي الاهتمام بالمنتخب أي نادي في الدنيا. حتى ولاعيبه كتير منهم بيلعبوا داخل الانديه القطريه، عاملين معسكر في اسبانيا تقريبا ولا بالظبط معسكرات ده معسكرات يعني هو معسكرات يعني ست شهور معزولين يا نهار ابيض معزولين ما فيش بقول لك محطوطين جوه الحضانه. نمره ثلاثة بقى، ودي ربما احيانا ربما احيانا ما بنرحبش بيها قوي، بس هم جنسوا، والمنتخب القطري الحالي موجود فيه 9 جنسيات مختلفه، فجابوا لعيبه كلها لعيبه مميزه، واللعيبه المميزه كلها في الناحيه الهجوميه. معلش انا اسف، كام واحد مجنس وكام واحد قطري في المنتخب القطري؟
من ال 26 المقيدين لا اللي هيلعبوا هو 26 اللي هيلعبوا لا انا بتكلم على الاساسيين يعني ايوه الاساسيين اللي هيلعبوا هيبقى تقريبا اكتر من نص يعني اكتر من نص فحسب اللعيبه اللي هتلعب فانت ايه اللعيبه كمان اللي هي اختبروها وجابوا السودان وجابوا تنزانيا وخوخي بوعلان السودان وتنزانيا والجزائر ومصر والبرتغال والعراق العراق وبرتغال برتغال يعني في كل دي جنسيات موجوده داخل دول مع بعض في الحضانه بالظبط اتفضل ففيليكس سانشيز المدير الفني بتاعهم هو جه رسميا مع المنتخب القطري من 5 سنين لكن شوف بقى هم فكرهم ازاي ان هم جابوه مع المنتخبات الشباب ومنتخبات تحت 23 سنه قبلها بسنين عشان هو اللي يربي اللعيبه اللي تطلع وبعدين يبتدوا مع الفريق الاول بقى معاهم خط هجوم قوي جدا يعني اكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس ومحمد منتاري غانا كمان محمد منتاري ده اصله غانا فبنتكلم على 4 في منتهى القوه في الناحيه الهجوميه لعيبه مميزه جدا خوخي الجزائري نص الملعب لعيب مميز جدا ولعيب يقدر تقيل برتغال في بيدرو وبيدرو مش كده بيدرو فاللعيبه دي كلها ابتدت تحصل المزج بينها بشكل مميز جدا في الفترة الأخيرة لكن المنتخب القطري من مميزاته أنه هيلعب إكوادور في الأول لأن أنا بشوف أن فنيا السنغال وهولندا أقوى من المنتخب القطري وبالتالي فرص المنتخب القطري في التأهل لازم يفوز بكرة ما هو لن يفوز دي لا يفوز دي لا يكفي لا يكفي, يكفي, يكفي بالظبط يعني هو ايه وقع مع الاكوادور الضعيف بس عشان الاكوادور فرقه كويسه مش الاكوادور فرقه كويسه فرقه كويسه ايوه طبعا شوف لهم ماتشات في امريكا الجنوبيه بس مشكله الاكوادور ان هي اللاعب كاستيو اللي هو كان مجنس جاي من كولومبيا عملت أزمة فظيعه جدا فشتتت الفريق شويه فانت لو كسبت دي طيب انت التنافس الحقيقي قطر هولندا والسنغال الثلاثة دول هم 2 منهم يوصلوا يبقى لازم قطر عشان توصل لازم تعدي حد من الاثنين دول يا من هولندا يا من السنغال فدي هي صعوبة موقف قطر في المجموعة أنا شخصيا ترشيحاتي في هذه المجموعة إن السنغال وهولندا هم اللي هيصعدوا من المجموعة ديت وبالذات إن أنا بشوف إن المنتخب الهولندي هو بيتسحب كده من غير ما حد يضرب كله مركز على الأرجنتين مركز على البرازيل مركز على فرنسا لكن هم زي ايه 78 ولا 74 74 و78 وصلوا النهائي 2010 وهم حتى حاطين في المعسكر حاجه لا للمركز الثاني يعني حاطين كده كاتبين ان في كل حته قدامهم كده وما بياكلوا وما بيشربوا البطولة. ان هو ما فيش مركز ثاني ليه لان هم حظهم سيء جدا ان يوصلوا 74 كانوا الافضل جدا في جيل كرويف وما ياخدوش البطوله 78 كانوا الافضل جدا في جيل روبي رانزنبرينك وما خدوش البطوله في 2010 كانوا هم الافضل في جيل اريان روبن وما خدوش البطوله لا بقى كان كرويف بيقول زمان قبل ما يتوفى بيقول لك ايه عيب اللعيب الهولندي ان عايز سكينه تبقى في ظهره فهم عايزين سكينه تبقى في ظهرهم كده عشان يادوا ويوصلوا الى هذه النقطه طيب استاذ محسن هذه المجموعه وبنتكلم عن المنتخبات العربيه ولكن بدانا بماتش بكره قطر والاكوادور وهذه المجموعه طب حابب اقول حاجه بس بالنسبه لقطر والاكوادور ان انا بعيد ان طبعا عربي اتمنى فوز قطر واتمنى تاهلها لكن انا اتمنى فوز قطر بكره احنا طبيعي المنتخبات العربيه طبيعي لكن احنا بنتكلم على بشكل الارضيه ارض الواقع عايز اقول لحضرتك ان في 21 بطوله سابقه في كاس العالم الدوله المستضيفه لم تخسر اي مباراه المباراه الاولى قصدي لم تخسر المباراه الاولى 16 فوز و6 تعادل في 22 مباراه لان طبعا كاس العالم 2002 كان في دولتين كوريا واليابان فمش عايز قطر تكسر القاعده دي مش عايزها تتغلب فتكمل السلسله ماذا لو تعادل قطر بكره لا يبقى بره الموضوع يبقى بره اذا كان الفوز اصلا بكره لا يكفي الفوز لان حتى بالمناسبه دي النقطه الثانيه ان صاحب الدوله المستضيفه كلهم تاهلوا للدور الثاني ما عدا جنوب افريقيا في 2010 هي الدوله الوحيده اللي نظمت البطوله خرجت من الدور الاول فمش عايز برضو قطر تكرر الكلام ده اتمنى لها التاهل لكن طبعا الدكتور طارق كان يتكلم على سكينه في ظهر لاعبي الهولندي هذه السكينه اسمها لويس فان خال لان هو طبعا الخبير الهولندي الكبير والمخضرم واعلن انه هيعتزل بعد البطوله 71 سنه اعلى اكبر سنا اكبر مدربين سنا وكمان هو كان خد معاهم وما تاهلوش كاس العالم الاخير 2018 وكان خد معاهم في 2014 مركز ثالث
فهو عايز المره دي قال لك عايز اختم ختام بقى مهمتي تحويل الذهب الفضه الى ذهب، لان طبعا ثلاثه فضه ومنتخب نحس في صاحب اللقب ده، فهم عندهم بقى جيل يقدر يعمل ده في فان دايك وبقيه وفان دي ليخت ومش عارف الكلام ده كله، فعندهم هو فعلا بيتسلل ببطء وبيسحب ببطء. طبعا مهمه قطر للاسف صعبه جدا 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 لان معاهم منتخب هولندا. بس عندك الجمهور وعندك زي ما دكتور طارق مش هتفرق القصه دي قوي، مش هيفرق. وطبعا عندهم الحصان الاسود في وجهه نظري منتخب السنغال، اللي حتى غياب ماني بصراحه ما ياثرش عليه، منتخب رهيب جدا، منتخب افضل منتخب للسنغال في التاريخ، واعتقد ان هو ممكن يفوق جيل 2002 اللي هو وصل لدور الثمانيه. لكن مهمه قطر صعبه جدا، الفوز غدا مطلوب عشان يكمل السلسله. بالمناسبه فيليكس سانشيز معاهم بقاله فتره كبيره، بس المنتخب الموجود دلوقتي وضعت البذره بتاعته سنه 2004 لما عملوا اكاديميه سباير، واتحط لها وقتها تكلفه مليار ونص مليار دولار سنه 2004، وجابوا العيال دي يا دكتور، عفوا اللعيبه دول كانوا لسه عيال صغيرين في بداوا بيهم. انا فاكر انا كنت شغال في قطر في 2006 في احدى الصحف استاد الدوحه القطريه، جابوا لي اتنين شباب صغيرين قالوا دول نجوم مستقبل، حسن الهيدوس وسعد الشيخ. حسن الهيدوس قائد المنتخب دلوقتي من 2004. والله العظيم حسن الهيدوس قائد المنتخب حاليا، وسعد الشيب اللي هو الحارس الحارس، شباب كده صغيرين وعملت لهم حوارين صغيرين يعني لسه شباب كان فئات سنيه. سبحان الله هم دلوقتي شوف النجم قائد الفريق ولا حارس. حسن اكتر لاعب لعب في تاريخ قطر ومرشح انه يكسر رقم منصور مفتاح اعظم الهداف التاريخي للمنتخب القطري، فرق 6 اهداف. لكن هو اللي لعب اكتر عدد من المباريات، اكتر لاعب لعب مباريات للمنتخب 137 مباراه، يفصله 6 اهداف عن منصور مفتاح. اعتقد ان هو حسن هيدوس منصور ده مجله الصقر فاكرها لسه موجوده ولا لا خلاص كان غلاف على طول منصور طول الوقت هو الهداف التاريخي لازال حتى يومنا. غير الهيدوس كمان يا دكتور في معز علي، معز علي مرقب براشفورد قطر. معز علي طبعا مولود في السودان لكن هو متربي في اكاديميه سباير القطريه، لاعب رائع جدا، كسر حاجز رقم علي داء الايراني انه يسجل اكتر عدد من الاهداف، 9 اهداف في بطوله واحده او 6 اهداف عفوا في بطوله كاس اسيا الاخيره، وسجل طبعا هدف رائع جدا في النهائي ضد اليابان لما كانش الناس متوقعه كسبوهم 2-0 بهدف رائع جدا. فاللاعب ده معولين عليه تماما. كمان سانشيز بقى خدهم من 6 شهور عزله تامه بالاتفاق مع كل الانديه، ما ولا لاعب من ضمن الانديه لعب مع نادي اول 7 جولات من الدوري، مش مهم اللي ياخد الدوري ياخد الدوري مش قضيه، لكن اللعيبه كلها راحت معاهم ورجعوا تاني، تنقلوا ما بين النمسا وما بين اسبانيا وتدرجوا في المستوى، لعبوا اكاديميات ولعبوا فرق تانية. عملته قطر في التجهيزات ده؟ التجهيزات اللي احنا شايفين اللي عاملينه ده يعني الشيء بالشيء يذكر. انا اصلك صدر النهارده حديث انفانتينو طبعا، لان بصراحه العنجهيه والعنصريه جايه من اوروبا، اوروبا مش امريكا الجنوبيه، مش هتلاقي حد من هو قالها صراحه كده، قالها صراحه عشان هو عاش وهو صغير، كان من المهاجرين في سويسرا فهو عاش الكلام ده. لا العنجهيه بتاعه اوروبا عاليه قوي يعني، حتى مش من دلوقتي على فكره، هو اسمه كاس العالم يعني كاس كل العالم مش كاس اوروبا. يعني يمكن حضرتك تتذكر مونديال 66 في انجلترا لم يحضر اي منتخب افريقي، لان احنا كنا معترضين، الافارقه كنا معترضين، المره الوحيده اللي خدوها انجلترا ان ادى لك نص مقعد واحد لاسيا وافريقيا كلهم بالظبط، اسيا وافريقيا وفي حين 8 من اوروبا، هي اسمه كاس العالم ولا كاس اوروبا. فعشان كده يحسب لغانا انها ما اشتركتش في البطوله دي، كانت مرشحه ورفضت تلعب اعتراضا عن كده، عشان بقى بعد كده عدوها بقى مقعد واحد اللي خد تونس يعني، وهكذا بدات. فعشان كده العنصريه جايه من اوروبا، انا مش عارف هي اوروبا ده، هم اصلا قطر زي ما حضرتك قلت في الانترو 220 مليار دولار ولسه ممكن اعلى من كده. انا واثق في ان قطر هتعمل مونديال سيرهق من ياتي من بعده، هيكون افضل مونديال في التاريخ، بدليل ان مثلا اي مونديال بيروحوا الناس رجال كاس رجال الفيفا بينظموا البطوله جولات زيارات، لا هم قالوا لهم انتوا تعالوا ضيوف شرف اقعدوا وما لكمش دعوه باي تنظيم، التنظيم قطري صرف. قطر عامله تكتم شديد على كل حاجه، هتبهر العالم بصراحه بالمونديال اللي عاملاه بكره. 250 مليار دولار انت بتتكلم في ايه؟ الناس بترفع 14 و11 انت دافع 250. عشان كده هي انا عاجبهم ان هم ما رضخوش ضد الهجمات بتاع اوروبا، المثليين وحقوق العمال موجود، مش هنقول لا، بس هو يعني مش موجود في اوروبا، ما موجود في اوروبا، انتوا مش ملايكه. وبعدين حريه ايه؟ ما انت اللي عايز تعمل كل واحد بيعمل اللي عاوزه، انا كمان برضو احترم ثقافتي واحترم ديني، انت بتروح اي بلد بتلتزم. لسه لعيبه الارجنتين كانوا في الامارات لما لعبوا الامارات، اللعيب فيهم مش متذكر مين بصراحه رائع جدا، راح زار مسجد تقريبا مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي، لبس زوجته عبايه سوداء، حتى هو واقف كان دراعه عليه وشم
دار دراعه، يعني احترم الدين الاسلامي، احترم الدوله العربيه. يعني حتى في السياسه مش هنروح بعيد، لكن كان مثلا لما الغزو الامريكي للعراق في 2003 كان عاملين لهم كتاب للجنود كيف تتعامل مع العربي، ما تحطش رجل على رجل قدامه، ما تبصش لزوجاته، يعني حاجات كده. انت جاي بتلعب كوره، العب كوره، مالكش دعوه بقى بلا خمور بلا الحاجات دي، اشربها في غرفتك، معرفش الشذوذ والكلام والحقوق العمال. ما اذا كان الدنمارك جايه، انت جاي تلعب كوره ولا جاي تقول انا هطمس عالمنا عشان العمال؟ انجلترا احنا هنزور العمال. يا عم انت مالك، انت العب كوره، انت مالكش دعوه بالكلام ده، انت العب كوره. فعشان كده عجبني النهارده انفانتينو اداهم الم على كل قفا اوروبا بصراحه، يعني وانتوا دي قالهم فيما معناه ان دي عنصريه منكم، هو فعلا عنصريه، ومع ذلك هيشوفوا مونديال. بس الشجاعه قويه منه. طبعا انفانتينو، لان هو تصريحاته قويه، تصريحاته قويه، وهو لان هو يعني يعني ليس من تدوش دي دول ما تدوش دروس ليس من سمع كمان. ليس من سمع كمان راى، هو عاش لانه هو كان مهاجر، اهله كانوا مهاجرين من ايطاليا تقريبا. شكله هيستمر الدوره الجايه، هو يترشح، محدش قدامه، محدش ترشح اوريدي، محدش ترشح ضده. الانتخابات كان اخرها امبارح الترشيح، محدش ترشح، هياخدها بالتزكيه في مارس. فالموضوع بالنسبه له منتهي، وبعدين خلاص اللي يجي بعد بلاتر بعد كم الفساد اللي كان موجود ايام بلاتر وبلاتينو. الا الفساد، لا مش هيقدر يعمل مش هيقدر يعمل حاجه. بلاتر، هو بلاتر برضه طالع يقول انا غلطت، عايز يعمل، هو ما غلطش، هو ما كانش عايز قطر اصلا، هو ما كانش عايز قطر اصلا. هو طلع في التسريبات اللي طالعه من الفيفا، قال شريف فالكا، هو طالعين بيسلموا الامير حمد، قال له ابتسم بس في وشه، ابتسم وخلاص. وبعض اعضاء اللجنه التنفيذيه قالوا ان بلاتر قال لهم ادوا لامريكا ما تدوش لقطر، فقالوا انت بتحجر على راينا ليه؟ فهو اصلا انت ما كانش رايك كده، فجاي دلوقتي تقول انا ندمان، وانت ندمان على ايه؟ انت جاي ما اعرفش عايز ايه، فتح الظرف بس. بالظبط، فتح الظرف، احنا هنهرج. فالعنصريه دي انا يعني قلبا وقالبا مع المونديال القطري، لان المونديال كله العرب فرصه للناس تيجي. يعني حضرتك كنت بتتكلم على ان مصر فتحت الكلام ده، لسه صديق ليا كان من شويه في المطار بيكلمني بيقول لي كم ناس هائل من المكسيك وكندا وحتى تونس، الناس بيقولوا ده احنا هنا بقى لنا 3 أو 4 أيام بقى الناس خلاص، انت فتحت طبعا. زي ما الامارات عملت، زي ما السعوديه عملت، لانه ده فرصه يا جماعه، تعالوا اتفرجوا، زي ما نروح مثلا احنا بالبرازيل فتشوف الارجنتين وتشوف مش عارف الاكوادور تعال شوف المنطقه العربيه انت بتسمع عنها بس وتقول ارهابيين وتقول ناس متخلفين، تعال اتفرج على احنا عندنا. شفت الفندق البحري؟ فندق فنادق، 3 فنادق، بالظبط، حاجة مدينة أسطورية. مدينة في البحر، تاخد 6000 واحد طبعا، لان البلد صغيرة هتساع مين ولا مين، فعملوا الثلاث فنادق في الصحراء وعملوا في البحر. بالظبط، فنادق قائمة، حاجة وهم. عشان كده سترهق قطر، التنظيم القطري عاملين فيها مدرج، عاملين في المركب ديت مدرج، الناس تقعد تتفرج. ده انت هيكون عندك متعة، ايه اللي عاملينه ده؟ انت هيكون عندك متعة مش انت تروح الملعب، ان انت تقعد تتفرج في الفن في بتاع منطقة المشجعين دي. حاجة عاملين لها بروجرامات وناس جاية تغني، الفان زون ده، الفان زون. حاجة محترمة جدا، حاجة نظيفة في حديقة اسمها حديقة البدع. فلوس، انفاق هائل. بس هو الموضوع ايه؟ فلوس، فلوس. خلاص اتفضل، انت بيتكلفوا كام؟ 14 15 20 مليار، خد يا عم 220، خد 250. الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. حتى لو واخداه زي ما بيقولوا الاوروبيين بالرشاوى والبتاع، ماشي، وانت بتاخد بايه؟ واحنا هنضحك على بعض. وال 16 واحد اللي اتقبض عليهم في ميامي في امريكا من اعضاء الفيفا وجابوهم مليات لف زي ما بيقولوا، كانوا مين؟ كانوا عرب. ما تقعدوش ما تبيعوش لينا الوهم، يعني انتوا عنصرين يا اوروبا، والنهارده اللي كشفكم اوروبي زيكم هو رجل على راس الفيفا. عقبالنا في مصر يا رب. يا رب 30 كده 20-30 نعمل رجلنا كاس عالم. والله بص، عايز اقول لك على حاجه، عندنا النهارده عندك البنيه التحتيه خلاص، احنا عندنا البنيه التحتيه، وبرضه زي ما اقول لك استكمالا لما عملته قطر، لو قطر عايزه تعمل الترابيزه دي اللي احنا قاعدين عليها، يجيبوا احسن واحد في العالم بيعمل الترابيزه دي. صحيح. ويقعد معاه قطر يعرف ازاي الترابيزه دي بتتعمل. عايزين يعملوا الاستاد، يجيبوا احسن مصمم استادات في العالم ويقعد مع القطريين عشان يعرفوا ازاي تصميم الاستاد من الخارج والداخل. احنا عندنا في مصر بقى قوه المصريين، ان انت عارف، هقول لك على حاجه، قول لهم كاس العالم، قول لمصر الوقت اهو هننظم كاس العالم بعد شهر، والله هتلاقي كل حاجه جاهزه في خلال شهر. عملنا كاس الامم الافريقيه في 5 شهور، 3 شهور، من يناير لشهر 6 نظمت مصر في 5 شهور، وارهقت من جاء بعدها. صحيح بصراحه، يعني فان شاء الله، ان شاء الله باذن الله مصر كمان. حكايه تنظيم الاولمبياد، ايوه، ده شيء بقى يعني تاني خالص في 2032، هيكون يعني يعني بذره للبنيه التحتيه الاكبر، بالذات في اولمبياد 32 مش 36، 32 32 فطبعا هتبقى دي نقله تانية خالص، لانك انت في الملاعب الاولمبيه، انت لو شفت انت عندك مضمار دراجات كاحسن مضمار في العالم، عندك ملاعب احسن من احسن ملاعب العالم، عندك ملاعب للصالات، الوقت عندك 8 صالات
عالمية، يعني على مستوى عالمي، في اللي في 6 اكتوبر واللي في وفي العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الحقيقة صالات على العاصمة في مدينة هناك. عايز حاجة ما اعرفش رحتها ولا لا؟ رحت مرة بس ما كانتش اكتملت كده. لا 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 روح بص شيء دلوقتي. بقى رهيب. بص الطرق عاملين طريق تقريبا 50 حارة، بتكلم جد. قبل الطريق الرئيسي قدامها كده شمال ويمين كده يمكن 150 ولا 200 متر العرض الطريق الواحد اللي رايح والناحية التانية، تمهيدا انها تبقى مدينة اولمبية، مدينة تستضيف دورة اولمبية، مدينة كاملة. تمام، بفنادق بكله. نطلع فاصل ماشي. نتابع تقرير ده، الجمهور هيشجع مين في كأس العالم؟ تعالوا نتابع الجمهور هيشجع مين. اسمعوا بقى الناس اللي هيشجع. طبعا بعيدا عن اشقائنا العرب، خلاص احنا متفقين بنشجع المملكة العربية السعودية، بنشجع تونس، بنشجع المغرب، بنشجع قطر. الأشقاء العرب أكيد لهم الأولوية، ولكن كل واحد بيبقى له عنده منتخب بيحبه. تشجع مين؟ برازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، بتشجع مين؟ نشوف. السعودية. السعودية أنا جاي منها. جاي منها. أنا سوداني أصلاً، بس عشت كل حياتي في السعودية، يعني 19 سنة كلها في السعودية. حاسس بس المرة دي السعودية، أنا بالجد يعني، يا السعودية البرازيل من الاثنين يعني، فبس. والله احتمال يعني متوقعين كده ان شاء الله، ممكن فريق البرازيل وممكن برضو المنتخب الفرنسي برضو يعمل حاجه يعني في التصفيات دي ان شاء الله. يعني هنشجع البرازيل باذن الله، ونتمنى حاجه من افريقيا، منتخب افريقي ولا حاجه، يعني يبقى منتخب عربي ولا حاجه، ممكن المغرب ان شاء الله. البرازيل. البرازيل سامبا فريق قوي، فريق ممتع، عنده مجموعه من اللاعيبه انا بعشقهم على وجه الخصوص. نيمار ده يعتبر لاعب المفضل. طبعا اسطوره. ممكن المانيا او انجلترا او البرازيل. كاس العالم مش هيخرج عن الثلاثه دول. منتخب انجلترا منتخب قوي جدا، ومنتخب المانيا الماكينات طبعا فريق عالمي وعنده لاعيبه بامكانيات جباره، وزيه زي منتخب البرازيل. ثلاث فرق متكامله. ايطاليا، بس للاسف ايطاليا ما بتلعبش. يعني اكيد هشجع الدول العربيه اللي بتلعب، وهشجع يعني هشجع المانيا. انا بحب المنتخب الالماني مع ايطاليا يعني، بس بحب ايطاليا طبعا الاول، بس ايطاليا مش موجوده فهشجع المنتخب الالماني. البطوله اللي فاتت والبطوله دي مش زي زمان يعني. انا فاكر زمان بطوله 82 وبطوله 86 و94، دول من احلى البطولات اللي اتلعبت، وكان الواحد بيبقى عارف 3-4 فرق هم اللي هتنحصر فيهم. لكن دلوقتي الحقيقه مش هقدر احدد يعني مين. البرازيل ان شاء الله، عشان فيها لعيبه كويسين دلوقتي، زي نيمار افضل حد دلوقتي، انا شايف انه افضل حد يعني. طبعا بحب الارجنتين، بس البرازيل قويه جدا يعني، في فرق كتير كويسه جدا زي فرنسا وزي البرازيل وزي الارجنتين، بس ان شاء الله البرازيل بقى باذن الله عشان نيمار يعني، نفسي يبقى هو احسن لاعب في العالم يعني. بص، هو ما بتحسبش مين المنتخب الاقوى كسكواد، ما بتحسبش كده يعني. انت مثلا عندك البرازيل هو يعتبر اقوى سكواد في البطوله، بس هي مثلا البطولات الكبيره والكلام ده السكواد المتكامل كله مع بعضه ده اللي بيبقى احسن. انت عندك كرواتيا 2018 وصلت نهائي كاس عالم، هل هي كانت احسن سكواد؟ لا، بس هي سكواد متكامل مع بعضه تفرق مثلا في كده. انا بالنسبه لي بحسبها كده، واتمنى طبعا الارجنتين تاخدها في الاخر. ان شاء الله تكون بطوله حلوه وفيها مفاجات كتير، وقدر تنظمها تنظيم كويس ان شاء الله. يعني منتخبات العربيه تونس والمنتخبات العالميه الارجنتين ان شاء الله. والله انا بتمنى الارجنتين يعني ان شاء الله، عشان اخر بطوله لميسي، فان شاء الله يعني اتمنى لهم يتوجوا بيها يعني ان شاء الله. البرازيل ان شاء الله. لا، بنحبه من زمان طبعا. البرازيل منتخب جميل جدا واحنا بنحبه طبعا. اللعيبه الكبيره اللي فيه نيمار طبعا وفينيسيوس، كل اللعيبه دي احنا بنحبها جدا وبنحب نشجعها جدا في كاس العالم طبعا. منتخبات كتير جامده السنه دي، بس طبعا بنستنى الفرق اللي هي بنسميها الحصان الاسود يعني، اللي بتفاجئنا بقى. بس فدي اللي انا مهتم بيها اكتر يعني. الفرق قويه كده معروفه. هنشوف منتخب كرواتيا ممكن السنه دي برده يكون كويس زي قبل كده كاس العالم اللي فات، السنه اللي فاتت ولا لا. وبس هنبتدي نشوف الفرق دي، وهنبتدي نتمتع بقى بالكره الالمانيه بقى، اسبانيه شويه، نشوف البرازيل بقى مستواه عامل ازاي. الناس طبعا دلوقتي بتشجع اكتر الارجنتين والبرتغال عشان بيحبوا ميسي وكريستيانو، فنفسهم يعملوا حاجه يعني في كاس العالم. ما بقتش اتوقع الصراحه من زمان يعني، بيحصل مفاجات كتير يعني، بس اتوقع ممكن المانيا لو مستواها فعلا فضلوا محافظين على مستواهم فممكن يبقوا هم يعني. البرازيل. ليه؟ شايفها قويه، اقوى من اي فرقه ثانيه. هو كاس العالم السنه دي يعني، هو اعتقد اللي هياخد البطوله السنه دي هي انجلترا.
بس انا بشجع الارجنتين طبعا عشان خاطر ميسي يعني ما اكذبش عليك ودي ماريا وكان بس هو اللي هياخدها ان شاء الله انجلترا فرقه كويسه جدا ما فيهاش اصابات كمان الصراحه اتوقع البرازيل تكون في النهائي والارجنتين هم الاثنين مرشحين يعني وانا شايف ان البرازيل قوي السنه دي نجومه كتير والارجنتين برضه والله انا كمصري الطبيعي ان انا اميل للاخوه العرب يعني ان شاء الله فربنا يوفقهم جميعا هو الافضل حاليا ممكن نقول البرازيل التيم بتاعها كويس ومتكامل منتخب فرنسا برضو بس هم منتخب فرنسا عنده مشكله في خط النص بسبب الاصابات الكتيره ممكن برضو الى ارجنتين لان ميسي دي ممكن تكون اخر مره يلعب فيها كاس عالم فهيبقى التيم بتاعه هيحاول يساعده ان هم ياخدوا كاس العالم يعني هم دول اللي لهم الحظوظ الاوفر يعني في كاس العالم شجع فرنسا شجع فرنسا 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 ليه مش معنى منتخب فرنسي لا انا بحب شديد فرنسا من زمان من انا صغير ولحد ما قمت كده بحب فرنسا شديد ان شاء الله نشجع قطر دوله عربيه وهي ما شاء الله عامله استعدادات كبيره وهتنجح ان شاء الله هتنجح وهتبقى دوره جميله جدا وهتبقى احسن من روسيا هرجع مع حضراتكم الضيفين الكريمين دلوقتي لسه جاي خبر لو صحيح هتبقى حاجه جميله جدا جدا اهو شفتوا احنا بنقول ايه سيفتتح القارئ القطري غانم مفتاح كأس العالم بآيات من القرآن الكريم حلو الخبر ده انا سمعته قبل ما اخش فعلا اول مره في التاريخ في التاريخ لم تفتتح كأس العالم بالقرآن الكريم حاجه جميله جدا تعبر عن التراث وكده كنت بقول من يومين كده ان على الفيفا انه يحترم تراث اي دوله رايحه انت عندك دوله ليها تراث معين وليها سمات شخصيه في التعامل معينه انت لازم تحترم هذا والدليل ان مثلا في اوقات كتيره كانوا ما بيحطوش في المنطقه العربيه مثلا بطولات كبيره خلال شهر رمضان عارفين ان الطقوس الدينيه والاسلاميه صحيح. في منطقه الدول العربيه ما تسمحش بانك انت تنظم مثلا دوره اولمبيه ولا تنظم بطوله كبيره فده لازم يكون في احترام لما هو وقفوا حق الاحتفال النهارده وقت الاذان اذان موقفوا الاحتفال في كل الملاعب يا استاذ احمد في كل الملاعب حاطين مساجد قريبه وبتعمل لهم الاذان حتى عملوا حاجه ظريفه سحبوا كل المؤذنين وحطوا مؤذنين يعني صوتهم اجمل عشان يبقى نوع من الدعايه طبعا ده دينك كنت بتعبر عنه وطبعا الناس كلها عارفه ان هم حاطين في كل الاماكن في كل حته شوارع اللي هو الاحاديث النبويه الشريفه مترجمه بالانجليزي وباللغات الاخرى عشان الناس تعرف تتعرف انا ما بقولكش تعالى خش الاسلام تعالى تعرف على عليا ما تقعدش تسمع عني ارهاب واسلام وكلام او اسلام ارهاب والكلام اللي بيقولوه في الغرب ده لا تعالى شوف ان انا انت في بلدي تعالى اتفرج عشان كده كانت النتيجه ان لقيت مثلا مشجع برازيلي سمع الاذان ووثق برازيلي وامبارح واحد انجليزي كان بينقل على هوا تدريب منتخب انجلترا والناس قعدوا يعلقوا له في التعليقات ايه الصوت ده انه رائع جدا ورد لهم اروع ما يقول لان الناس بدات بتتفاعل انا بقى مع الاذان ومواعيده مع الصلاه ومع سلوكيات مع الزي حتى الزي الاسلامي اللي جايه بيد الدول العربيه ده كل ده حاجه ايجابيه جدا انا بشوفها ان انت بتنقل للعالم حاجه احنا مش عارفين كنا الى التراث العربي والاسلامي بتنقله للعالم بشكل مبسط جدا من خلال انك انت بتشوفه قدامك من ما بتلحش على انك انت تبسه ولكن انت شايفه قدامك فانت زي ما تكون رايح اي دوله بتشوف طقوس غريبه بتحاول تعرف ايه دي طب بيعملوا كده ليه طب كده ايه لو رحت الهند ولا رحت تايلاند ولا رحت بتحاول تعرف الطقوس بتاعتهم وتتفرج عليها هو بقى انت الفرجه قدامك في كل مكان انت في الدول بتاع انت في الدول العربيه عشان كده حتى يمكن اذا كانوا هم متناقضين كده يا دكتور ان هم في الدوري الانجليزي والايطالي ومش عارف الاسباني في رمضان او في العيد كلهم يعملوا تهنئه بالعربي عيد سعيد وباركوا لصلاح ومش عارف يهنوا محرز طب ما انت اهو انت بتحترم ده في بلدك اشمعنى عندنا بقى اللي هي بلاد الاسلام واللغه العربيه والموطن ده انت مش عايز تقدر ده ليه؟ عشان كده احترمت كمان قطر لما او القائمين على المونديال لما وجهوا دعوه وصل النهارده تقريبا الدكتور زاكر نايك اللي هو طبعا الراجل الهندي اللي هو يعني على كان سبب كتير في دخول الناس الاسلام عملوا له وجهوا له دعوه وراح النهارده او امبارح عفوا قطر اللي هو عنده مشاكل حتى من الهندوس في بلده ايا كان بقى خلافات لكن انت بتنتصر لنفسك انا يعني اذا كان بلاتر في لما كسب لينارد يوهانسن في انتخابات الفيفا سنه 98 قال انا
من حقي ان انا لو كسبت لو كسبت رئاسه الفيفا انا هدي المونديال لافريقيا، ودي نجحته بالمناسبه. لما بعد ما وضعها افريقيا قال لك من حق العالم العربي والعالم الاسلامي يكون عنده مونديال، لان ده اسمه كاس العالم. فاسمه كاس العالم، فانا بعيد طبعا عن تصريحات الرئيس فكره على قاره بعينها ولا كاس العالم وامريكا وثقافات العالم. انت بتروح النهارده لما رحت البرازيل قعدت تتفرج، وبرده كان في خلافات ان الناس فقراء وانتوا صرفتوا. يا عم كل واحد حر. انت رحت هناك بتتفرج على المعابد بتاعتهم، بتتفرج على رقصاتهم على اغانيهم. انا هنا دي ثقافتي، تعال شوف. خلينا نروح للدكتور طارق والاستاذ محسن. المملكه العربيه السعوديه، المنتخب السعودي، المنتخب السعودي حظه انه وقع مع منتخب الارجنتين، ويمكن انت شفت حتى الجمهور العادي كتير منهم بيتمنى الارجنتين عشان ميسي. ميسي واحد من اللعيبه اللي كل الناس متعاطفه معاه، انه قبل ما ينهي حياته يكون معاه كاس عالم، عشان كده التعاطف معاه. حظ السعوديه كمان ان هتلاعب الارجنتين في الاول، ومعاهم المكسيك وبولندا، فده بيخلي الارجنتين في حته اميز شويه، لان هي عندها تملك لعيبه مميزين جدا في كل خطوطه الحياه المنتخب الارجنتيني. ومش بس بنتكلم على ميسي، ولكن بنتكلم على لعيبه في الهجوم. لوتارو مارتينيز لعيب كويس جدا، جوليان الفاريز اللي بيلعب في مانشستر سيتي، ولولا وجود اللاعب النرويجي هالاند كان زمان جوليان الفاريز ده كسر الدنيا. فثلاث لعيبه مهمين جدا في المنتخب الارجنتيني في الناحيه الهجوميه. فبعتقد ان صعوبه المنتخب السعودي انه هيتحط في منافسه ثلاثيه مع المكسيك وبولندا على مين يصعد مع المنتخب الارجنتيني، ومن ناحيه ثانيه ان اول مباراه كمان امام المنتخب الارجنتيني. مجموعه صعبه، مجموعه صعبه جدا. لا، والمكسيك كمان فرقه قويه جدا. المكسيك فرقه قويه جدا. المكسيك بتلعب في كاس العالم للمره ال17. يعني المكسيك دي يعني الدوله اللي هي مش كرويا ما خدتش بطوله كبيره. انما 17 مره من 21، يعني معناها ان هي تقريبا موجوده دائما في كاس العالم. بولندا طبعا بقياده ليفاندوفسكي وزيلينسكي، الاثنين لعيبه مميزين جدا. صحيح بولندا ما بتكملش، لكن عندها بالتيم بتاعها ده بتقدر زي بطوله اوروبا كده تتجاوز ادوار، مثلا ممكن توصل لادوار متقدمه. لكن ان هي تطلع خالص من الاول، يعني السعوديه مثلا تطلع مع الارجنتين، ده موضوع هيبقى صعب جدا على المنتخب السعودي. وخصوصا كمان ان المنتخب السعودي ليس المنتخب السعودي اللي كان فيه سعيد العويران وماجد عبد الله وسامي الجابر ومحمد الدعيع واللعيبه ومحمد نور، ما عندوش الكواليتي ده دلوقتي. فده بيصعب المأمورية شويه. شوف فرص في المنتخب السعودي ايه؟ انا شايف ان فرصه، يعني طبعا هو في البطاقه الاولى محجوزه خلاص الارجنتين، هو يقدر يعمل يقدر ياخد البطاقه. هي في كره قدم كده البطاقه محجوزه للارجنتين، مع ميسي محجوزه، محجوزه محجوزه. هتتكلم على الدور الاول، احنا لسه ما الناس ما وصلتش للنهائي. لكن البطاقه الثانيه تقدر منتخب السعوديه، بس لو يعني رينارد كان عنده شويه مشاكل شويه مع الجمهور. هيرفي رينارد كان عنده شويه مشاكل شويه مع الجمهور، المدير الفني. المدير الفني، لكن هو في النهايه يعني اسلك صدر الجميع لما اعتمد على سالم الدوسري وسليمان الفرج. لان طبعا هو قال لك انا محظوظ ان انا عندي اثنين قائدين للفريق عندي، ده 31 سنه وده مش عارف 33 سنه، فالاثنين عندهم من الخبرات يقدروا يعملوا ده، وكمان عندهم من الطموح ان هم يكسروا ارقام مثلا زي سامي الجابر العربي الوحيد اللي اربع منتخب اربع دورات كاس عالم وسجل ثلاث اهداف، هو هداف العرب في المونديال، هو كل واحد فيهم مسجل هدف، لكن يقدر في البطوله دي يسجل هدف واثنين وثلاثه، فيقدر يتخطى ده. فده برده باعث اكتر للاثنين دول، مش بس مع المنتخب السعودي، كان مع فريق الهلال وصلوا معاه كمان اكتر من يمكن اربع مرات لنهائي دوري ابطال اسيا، وكسبوا اثنين يمكن خسروا اثنين، لكن في النهايه ده كويس جدا. بنسبه قد ايه المنتخب السعودي عنده فرصه من الدور الاولاني؟ لا، تفوق ال 60% مقارنه طبعا باستراليا وبولندا. طيب فاصل اخير وعود والضيفين الكريمين. في الدقيقتين اللي باقيين دكتور طارق والاستاذ محسن، استاذ محسن هيكلمنا عن منتخب تونس، ثم دكتور طارق هيكلمنا عن منتخب المغرب. اتفضل استاذ محسن. تونس بصراحه مجموعته صعبه جدا، في المجموعه الرابعه مع فرنسا ومع الدنمارك ومع استراليا، ممكن تكون استراليا طبعا اضعفهم من استراليا، حتى ما عادش الفريق الكبير بتاع التيم كاهل والفريق اللي كان قبل كده ده اللي كان قوي، لكن هو حتى صعد بشق الانفس بعد الفوز على بيرو الضعيف جدا بضربات الترجيح في مباراه مش عارف ما بين مش عارف امريكا الجنوبيه اللي هي الانصاص دي. فكان تاهله صعب جدا، فده الشيء الوحيد اللي يقدر تونس يعمل معاه حاجه. لكن الدنمارك فريق قوي جدا، فرنسا طبعا مرشح وحامل
عمل اللقب طبعاً. ان كان طبعا في حظ المنتخب التونسي ان منتخب فرنسا بيعاني من اصابات كتيره، اخرها بنزيما منذ قليل او قبل البرنامج تقريبا كان بنزيما اصيب وخرج من ما كملش التدريبات، ما حدش عارف هيعمل ايه. لكن تونس كمان هو في الفتره الاخيره ما اقنعش قوي حتى في المباريات الاخيره، ممكن تقريبا فاز على ايران لكن هو اتغلب مثلا بهزيمه كبيره قدام منتخب زي البرازيل 5 في البارك دي برينس في باريس. استغربت جدا من تصريح جلال القدري اللي هو قال لك انا لو ما تاهلتش الدور الثاني هستقيل. طب ما انت لو ما تاهلتش هتستقيل فعلا، ما هو بس يعني هو كلام انا اتوقع ان هو قال كده لان هو بيشيل الحمل على نفسه لانه طبعا بالشكل ده صعب جدا. فاعتقد تونس بصراحه بالنسبه لتأدية تونس لا فرصه ضعيفه جدا ضعيفة. يعني ممكن يعني ولا 50% لا لا اقل بكتير في وجود فرنسا والدنمارك الدنيا صعبه بالنسبه لمنتخب تونس. دكتور طارق، المغرب. المغرب على الرغم بقى من ان المغرب معاها فريقتين تقال جدا، كرواتيا اللي هي ثالث كاس العالم اللي فاتت وبلجيكا كرواتيا ثاني كاس العالم اللي فاتت وبلجيكا ثالث كاس العالم والمصنف الثاني في العالم اللي هي بلجيكا. لكن تخيل ان انا بحط المغرب صح. انها من اكتر الفرق اللي عندها فرص في التاهل. ليه؟ لان اولا معاها كندا، المنتخب الكندي ما فيهوش نجوم تقال يعني، صحيح كندا طلعت الاول في التصفيات كاس العالم في منطقه الكونكاكاف يعني كندا الاول كانت بتساوي مع المكسيك، كل واحد منهم كان جايب 25 نقطه في التصفيات ديت. لكن كندا بعيد شويه، فنيجي نمسك بلجيكا وكرواتيا الاثنين فرقتين مميزين جدا على مستوى العتاد الفني. يعني لما تقول اسماء دايما انا ضد انك تقول اسماء وتسكت. يعني انت بتقول اسماء مثلا ايدن هازار ولوكاكو وباتشواي واللعيبه اللي امبارح منتخب مصر يعني تلاعب بيهم. نفس الكلام هقوله على كرواتيا. يعني انت بتتكلم على مجموعه من اللاعبين فجاه كده كلهم زادوا 4 سنين. يعني مثلا على سبيل المثال لوكا مودريتش كان في سن 33 سنه طلع احسن لاعب في كاس العالم، احسن لاعب في العالم في عام 2018 بشكل عام، لكن دلوقتي بقى 37 سنه. كبر كوفاتش في نص الملعب، اللعيبه الكتير اللي هو سنهم كبر، كراماريتش ويوزيتش، اللعيبه كلها اللي هي المميزه اللي هم النجوم بتوعهم، اللي كان 27 بقى 31، اللي كان 28 بقى 32. فعشان كده بقول من معدل الاعمار ده نمره واحد. نمره اتنين ان المنتخب المغربي لما غير مدير الفني وحيد خليل الديتش كانت تجربه ناجحه جدا، لانه جاب وليد الرجراجي من ناحيه ان هو جاي يعني منتشي بالفوز بدوري ابطال افريقيا مع الوداد، ومن ناحيه ثانيه انه اعاد اللعيبه اللي كان وحيد خليل الديتش متخانق معاهم، ومنهم حكيم زياش اللي عاد للمنتخب وشفنا في اخر مباراه وديه سجل جول جميل ولعيب مميز. فانا المغرب عنده فرصه اكتر فرصه بين الاربع منتخبات عربيه. شرفتني. شكرا. اشكرك. شكرا لي. شرفتني. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. شوف حضراتكم بكره، بشكر حضراتكم، تصبحوا على الف خير.